السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على، نعاودوا نولوا نتكلموا على عارف مشاكرة، يعني عارف مشاكرة تاع 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 أوقات برك ظروف كيفاش يخرج يهدر، يعني كاين مدروسة كلش مدروس يخرج غير هكا كلش مدروس يختفي كيما هذوك اليوتيوبر يختفوا بعد يعاودوا يخرجوا بهده جديده، يعاودوا يحركوا الموتور، يحوسوا يحركوا كيفاش يحركوا الموتورات برك هذا مكان، يرقدوا 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 بعد يعاود يقلع لك يخلعك كل شغل ينقزك النقزه تاع الموتور عندهم يطلع حومه. هذه هي وين عارف مشاكرة يوجه رسالة قوية إلى زفزاف والإعلام الجزائري بخصوص ملف الجزائر لدى الفيفا، يعني كذب في كذب مكان والو مكان والو، والله حيا ما كانت حد ما ذاك ذاك تجي ذاك يجي ذاك يجي كيف كيف كي تدخل كي تدخل اوت قلت لك يدخل اوت كي تدخل البرومي ماتش تاع كوب دي موند وتكمل عادي غادي عادي يعاودوا يخرجوا شي يقولوا لكم. انا نقول لكم شي يقول لكم كاين الفيفا بيتنظم مباراه بيتعاود المباراه الجزائر الكاميرون لرد الاعتبار للجزائر وصيب هذا ما كان بيرد لكم الاعتبار. هذه رساله واضحه باش ما يقولكش عارفهم مع فلان ولا مع فلان ولا انا مع الجزائر، انا كاين العالم وكاين الشعب الجزائري اللي يحبني اللي يكرهني اي واحد انا نمشي معاه ونقاتل من اجله، وحكيت كل مره ومللت من الحكايات هذه. اما الناس اللي تحوس تشوه لنا صورتنا مع الناس ويحوسوا يكسرونا نقول لهم هيهات، انتم لا تعرفوا عارف مشاكرة، عارف مشاكرة قطع سوريا والعراق في الموصل، عارف مشاكرة في افغانستان وفي اليمن، يعني ضين طبعا من عارف شاكرا قلنا مع من، انا على بالي مع من وعلى بالي عاد من قريت شتي كوني بيان عارف شاكرا عارفو غاية الغاية يا عارف شاكرا. قلنا على دخلت الحبس عامين هنايا 2019 حتى 2020 باش خرجت، قلنا علاه غير قلنا علاه انت تعرف علاه ماشي حنا نعرفو، اعطينا علاش يا الخبارجي. تصورات بشرية النيران مش ضباع الموجودين وراء فقط الشاشات، نحن ابناء الميدان. شنو كنت تدير؟ قلنا شنو كنت تدير؟ انت روحت لسوريا شادرت، روحت للعراق شادرت، روحت لليبيا شادرت، روحت لمصر شادرت، روحت لتونس شادرت، روحت لافغانستان، والنهار الحراك تاع الجزائر دخلت وكنت تدير الشاش الاحمر، قلنا علاه؟ كنت تدير الشاش الاحمر دي فوا دير الشاش الاصفر، قلنا علاه؟ هيا يقولنا علاه؟ كيفاش مين كمل الحراك؟ كنا نديرو كانوا يديرو الحراك تاع الجامعه يديروه بالثلاثه وتاع الشعب يديروه بالجمعه، انت كيف مين تكمل الحراك تاعك من الصباح حتى الليل تروح للسفاره الفرنسيه، علاه كنت تروح للسفاره الفرنسيه؟ ونحن نعيدها ونكررها، نحن نطلب حقنا فقط، طلبنا حقنا فقط، كرامتنا استرجعناها حنايا ما قدرتوش تسترجعوها انا. تاعش كرامه؟ الحمد لله الشعب الجزائري. ادعو كل الشعب الجزائري تاعش كرامه، انت خسرت هنا في الكاميرون مع الكاميرون. لا تيأسوا، يجب ان نقفوا مع بعضنا بعض، نحن نقاتل. نعم اقسمت انه الادله موجوده، وادله موجوده والكل برحمه الوالدين اللي بنادم. انا والله عندي باكياريم غادي نقول لك عندي باكياريم، عندي بريكه غادي نقول لك عندي بريكه، كاين قهوه غادي نقول لك كاين قهوه، كاين قرعه ما غادي نقول لك كاين قرعه. علامه مورا يعلم. بنادم يقول لك عندي ادله، الرب العالي تاعي راك في ست اشهر راك داخل عليها ادله ادله مارس مارس راك في ست اشهر سي محمد راك داخل عليها عندي ادله، بنادم اللي عنده ادله كل صح هذا مع صح نقولوا هذا عنده ادله. مول المقروط شنو قال لكم؟ قولوا تبعوا فيك مول المقروط تعرف انها موجوده ذوك يخرج لكم مثلهم يناوروا ذوك يخرج مول المقروط ثاني قال هذه الفرصه تاعو باش يخرج يديكم المقروط يعطيكم لا روسيت تاع المقروط. نحن نضاو هم يتلاعبون حتى كما يكونون يقولون، لكن الامور لازم تكون اوفيسيال. ما هي الامور الاوفيسيال؟ انه يخرج زفزاف لازم الاعلاميين الجزائريين الشرفاء ما تروحش تطرح الاسئله مثل المره الاخيره السيد سقد للفوت هنا نقرا على راس الفاف قال له ما هو الملف وين علمك انت يا زفزاف
ديجا يعني كون جيت عبد يا صحفي الهفاف. ماشي الصحفي الهفاف اللي قال له، شت انت بيك غير الصحفي الهفاف، زعما الشعب يكره الهداف، الشعب يكره الهداف اي الهفاف. او صحفي او كمال مهوي ولي طرح عليه السؤال باش يدير بها الشعبويه، هذا مكان باش يزيدوا ليكتير يزيدوا يقلعوا موتيرات يقلعوا برك. هو كمال مهوي طرح عليه السؤال على الملف تاع الفيفا، فيطو يقلعوا به باش نتوما تقلعوا، هو قزعكم زبزاب قزعكم قال لكم كان تميل فهي تربح وي. الشيء تاع الهداف اللي طرح تاع الهداف ما يطرح مام ايش غادي نقول لكم. تطرح سؤال على واحد هذا شو 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 وراه داخل فاف وين على باله؟ كي وين على باله؟ انت ما على بالكش باللي هذا كان ماناجر تاع ليكيب، هذا ماناجر تاع ليكيب ناسيونال، ما على بالكش باللي هذا يعرف خير من دوك كاع اللي راهم فماك الاعضاء كاع، ما على بالكش هذا كي وين على باله؟ هذا كي وين راه من افريل في ليكيب ناسيونال، من افريل من افريل راه نقولوا من جونفي، من جونفي راه في ليكيب ناسيونال. انت كي تجي تقول لي باللي ما على بالوش باش تردوه باللي ما كان والو، خاطش علاه فضحكم وفضح الكذبه تاعكم. وين على باله تقولوا لا وما قالش لا, لا يوجد من الثقال لا اظن استرجعناها حنايا، ما قدرتوش تسترجعوها لنا انتوما. الحمد لله الشعب الجزائري، ادعو كل الشعب الجزائري لا تيأسوا، يجب ان نقفوا مع بعضنا بعض، نحن نقاتل. نعم اقسمت انه الادله موجوده، وادله موجوده والكل يعرف انها موجوده. يا وين راهي انا مش والو هم يتلاعبون حتى كما يكونون يقولون، لكن الامور لازم تكون اوفيسيال. ما هي الامور الاوفيسيال؟ انه يخرج الاعلاميين الجزائريين الشرفاء ما تروحش تطرح الاسئله مثل المره الاخيره السيد سجد للفوت على راس الفاف قال له ما هو الملف وين علمك انت يا الزبزب ديجا يعني كون جيت عبد يا صحفي الهفاف تطرح سؤال على واحد هذا وراه داخل الفاف وين على باله؟ وين على باله تقول له لا وما في سبع شهور لا يوجد من الثقال لا اظن ما على بالي راه في 8 شهور راه من جونفي في الاتحاديه الجزائريه ايش يعني راحت ونشرتوها الهداف والمها وعملكم الانجينيرينغ القنوات هذم هذا عارف مشاكرة كي ينطق بالنهار كان أكبر سيات كان أكبر سيات في القناة تاع النهار هذا عارف مشاكرة كان أكبر سيات في القناة تاع النهار خاطر على القناة تاع النهار كان تاع سعيد وهذا كان خدام عند سعيد يعرف يبكي يعرف يبكي هذا 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 سي عبد العزيز بوتفليقة ربي يرحمه ويوسعها عليه هذا راح غلطة تاع ذو الناس هذا الشيات اللي حرقوه هذا النهار اللي بوتبليقه الله يرحمه مخرجينه من السبيطار تاع لاسويس ميت هذا يحلف يقول اقسم بالله لا خارج يمشي يا الشعب يا طحان يا عايف الشعب الجزائري هذا المخنز هذا واليوم يجي يقول لك انا بين ناظر من اجل الشعب انت خاص نجم مناظره تاعك انت يا كاع مشي راجل تصفيه حساباتكم مع ناس اخرين لا تهمون لا انتم ولا من تريدون تصفيه الحسابات نتاعهم اصلحوا اموركم فضحت وكلابكم المره الجايه راكم تحرشوا علينا في كلابكم ويسبوا فينا ويسبوا في الشرفاء لكن اسمع وجودكم فقط في فيسبوك في الواقع نتحداكم ونطلب من زفزاف اذا كان تحتاج معينه تاع الشعب قلنا برك احنا جيش الجزائر موجود في كل مكان سننزل الى زوريخ المره هذه نزلزلوها لماذا ماكم شرجال الفيفا لماذا لم ترد احنا ما قدرناش عملنا اللي علينا العالم درنا اعلام بقات الحاجه اوفيسيال لا الحاجه انت اللي طق عليها راهي عندك انت خرج الادله هود الادله زبزاف اعطي الادله زبزاف اعطي الادله زبزاف راح لك الطبيب راح لك محامي ما بغيتش ولي تهرب كالحمار ولي تهرب كالحمار انت هارب لهم اعطي الادله انت قلت عندي الادله اعطي انتوما شكون هذا المحامي أكتو هذا كي تنطلق من عند دحمان دحمان قال لهم زفزاف لازم يهدر راه قلعت ذوق ذوق قاي يخرجوا ذوق غادي ينوضوا على بالك ذوق قاي يخرجوا قضيه ذوق شحال 31 يوم عندكم انت تسمعوا 31 يوم الهول كل واحد يقول لكم يا روحوا تسمعوا راه يا ودي اي الناطق الرسمي تاع الفيفا قال لكم كلش انتهى ملف مغلوق واللي عنده حاجه يهود الاتحاد يتهمه اي سيبوا قال لكم هذه هي
تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله.